بخطة مدروسة ووتيرة بلغت نسبة 75% من حجم المشروع. تراهن مؤسسة فيات بوهران على إنتاج أول سيارة ديسمبر المقبل، وهو الالتزام الذي تعهد به الشريك الإيطالي مع الحكومة الجزائرية. اليوم عايننا وشفنا في الورشة اللي راهي موجودة هنا باللي تقدم الإنجاز راهو حسب البرنامج اللي اتفقنا عليه في البداية. لمسنا مباشرة نجاح هذا الاستثمار، ونتمنى إن شاء الله تكملوا في النمط هذا. طاقة الإنتاج حاليا تاع المصنع هذا 90,000 سيارة في السنة، وهذا يدل على أن الحكومة عازمة وماضية قدما في التحول الجذري من ما كان يسمى بتصنيع أو تركيب سيارات إلى إنتاج سيارات حقيقة، وهذا سيدخل البلد في أفق جديدة وفي مسار جديد. المرحلة الأولى ستسمح لنا بتركيب أولى السيارات محليا وتكوين اليد العاملة بهدف التحضير للمرحلة الثانية وبلوغ قدرة إنتاج تصل إلى 90,000 سيارة سنويا. كما تسمح لنا هذه المرحلة بالتعاون مع الشركاء الاقتصاديين المحليين في الحاضر والمستقبل. مشاريع تحققت وأخرى تنطلق اليوم على غرار مشروع التوسعة الذي أطلقته مؤسسة توسيالي للحديد والصلب بهدف تعزيز الشراكة الجزائرية التركية. المشروع هو كما قلت قدرة نتاعو تفوت 2.5 ملايين سنويا تاع طن، تخدم لي بوبين وتخدم لي طول وتخدم الحديد اللي خاص تركيب السيارات، تخدم الحديد اللي خاص للإلكتروميناجي، تخدم الحديد اللي يستعملوه في بصفة عامة في الصناعات كامل تقريبا، حتى في كما يقولوا منتج البخيرات يستعملوه. الهدف تاع المشروع هذا هو يغطي احتياج المواطن، وعنده كمية قريب تفوت 50% للتصدير. وضمانا لجودة المنتوج الصيدلاني، تم الوقوف على وتيرة الإنجاز الخاصة بالملحقة الوطنية للمواد الصيدلانية ببئر الجير، الذي يترقب تسليم المشروع الشهر الحالي.